بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل كما اعتدنا تقديم حصيلة الترصد الوبائي لداء كوفيد 19 ببلادنا. الحصيلة تهم 24 ساعة ما بين الساعة 6 لمساء الأمس إلى حدود الساعة 6 ليومه 22 أبريل 2020، حيث أكدت لنا المختبرات المرجعية الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري خلال هذه 24 ساعة 237 حالة إضافية مؤكدة مخبريا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة ببلادنا والمؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء إلى 3446 حالة. العدد الأكبر من هذه الحالات المسجلة هذا اليوم همت بؤرة واسعة النطاق بمدينة ورزازات، حيث سجلت لوحدها 120 حالة، ووصل إجمالي الحالات بهذه البؤرة 186 حالة، فيما لم تسجل هذه 24 ساعة أي حالة إضافية بالبؤر الأخرى التي كنا نتكلم عليها هذه الأيام، باستثناء بؤرة واحدة بمدينة طنجة التي سجلت بها 16 حالة إضافية، ليصل مجموع الحالات المسجلة بها 46 حالة. فإذن ونظرا لهذه المعطيات، فإن حتى التوزيع الجغرافي للحالات حسب جهات المملكة طرأ عليه بعض التغيير. فإن كنا لازلنا نسجل أن جهتي الدار البيضاء السطات ومراكش أسفي هما الجهتان اللتان سجلت بهما أكبر النسب من الحالات، ما يقارب 27% و22% ديال الحالات على التوالي، فإن نلاحظ بطبيعة الحال ومع ظهور هذه البؤرة بمدينة ورزازات صعود جهة درعاتة فيلالت إلى نسبة تقارب 8%، فأصبحت هي الجهة السادسة من ناحية النسبة المئوية ديال الحالات المسجلة بالمغرب، وتأتي بطبيعة الحال قبلها جهات فاس مكناس، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة. بالنسبة لمعدل العمر فقد عرف انخفاضا طفيفا، حيث أصبح الآن معدل العمر ديال الحالات المؤكدة هو 41 سنة عفوا، مع استمرار الملاحظة ديال أن الفئة العمرية ما بين 40 و65 سنة هي التي تمثل أكبر نسبة من الحالات بما يفوق شيئا ما 38%، تليها الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة التي تمثل أكثر من 30%. بالنسبة للوفيات فقد سجلت وللأسف هذه 24 ساعة 4 ديال الوفيات إضافية، ليصبح العدد الإجمالي ديال الوفيات الناجمة على هذا الداء منذ بداية الوباء ببلادنا إلى 149 حالة وفاة على الإجمال. ولتبلغ بذلك نسبة الفتك، أي النسبة المئوية للهالكين من بين مجموع الحالات المؤكدة 4.3%. بالنسبة لحالات التعافي من هذا المرض فقد سجلنا خلال هذه 24 ساعة 24 حالة شفاء إضافية، ويصبح بذلك مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية هذا الوباء هو 410. فلا زالت
طريقة التتبع الصحي للمخالطين هي القناة الأساسية لاكتشاف الحالات، حيث إنه من بين 237 حالة التي اكتشفت خلال هذا 24 ساعة، فإن 213 أي 90% من هذه الحالات اكتشفت جراء هذه العملية ديال التتبع الصحي للمخالطين، ويصل إلى حدود الآن مجموع الحالات التي اكتشفت بواسطة هذا التتبع الصحي للمخالطين إلى حدود اليوم 1974 حالة، مع الإشارة إلى أنه لا زالت هناك 6655 حالة ديال المخالطين رهن التتبع الصحي. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لداء كوفيد 19 لهذا 24 ساعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.